السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة برول ستار. موضوع اليوم مهم جدا، عن البنات الجميلات اللي بدهم يلعبوا برول ستار، وعن بعض الأشياء اللي صارت معي مع مباراة مباشرة. خليكم معنا، تروح لأي مكان، راجعين. إذن يا أصدقائي المشتركين، رجعنا طبعا إذا كنتم مشتركين ولا هلا عم تشتركوا ولا أي كلام، رجعنا لكم جميعا، يعني حتى لو حدا عم يشاهدني وما اشترك بالقناة برحب فيكم جميعا وبقلكم على موضوع كتير مهم. بهي الحلقة شو داون شغال، الشو داون فوت شغال دون نيتا يلا نفوت نيتا. طيب بهي الحلقة في عنا موضوع، اللي هو موضوع اللي شفتوه بعنوان الحلقة، هذا اللي نحكي فيه هلا بعد شوي، وبدنا كمان حلعب أنا مباشر هون، وبدي قلكم على قصة تانية أنا مستغربة من اليوتيوب. حكيت عن النقطة حلقة كلاش اوف كلانز، بس هي صايرة ببرول ستار. قلت لحالي خليني احكي عن برول ستار. يا اصدقائي، نزلت مقطع برول ستار. انا متعود دائما انه هلا عم بمشي امام لا اله حدا ولا صناديق كهرباء، ليش ما بعرف. متعود انا دائما ببرول ستار اني نزل تقريبا بشكل يومي، ونزل انا بالقناة يعني تقريبا بشكل وسطي بالقناة الاساسية او القناة الاولى، خلينا نقول حوالي المقطعين باليوم، هذا الوسطي يعني. بقى دائما المقطعين دائما بيجيبوا حوالي ال، بس انا بحاول اجيب الالتيميت لانه كتير مهم الالتيميت او السوبر هلا يشتغل. المقطعين بيجيبوا حوالي قديش تقريبا 5000 ل 10000 مشاهده، احيانا 4000 احيانا 5، خلينا نقول 5 وسطي. اذا لما نزل مقطعين انا شو عم نحكي؟ عم نحكي عن 10000 مشاهده. طيب ما خطر على بالي جرب شغله اني انا نزل فقط مقطع برول ستار، وبعد ما نزلته تركته، ما نزلت معه مقطع تاني، وباليوم اللي بعده ما نزلت شيء، يعني بيومين نزلت مقطع واحد بالقناة الأساسية. طيب هذا شو مساوي؟ هذا مدمرني، لازم أخلص من هالدب قبل ما أتبهدل. طيب شو رأيكم أنه نتيجة هذا الكلام أني أنا عموت هلا متت. شو رايكم نتيجة هذا الكلام اني انا اجاني على المقطع اللي نزلته لحاله بيوم وتركته اليوم اللي بعده 25000 مشاهدة؟ يعني انا استغربت جدا. هلا طبعا انا كتير واحد من الاشغال اللي انا بشتغلها اللي هو الاناليتكس والاحصائيات واشغال اليوتيوب، يعني هي اختصاصي، ولكن الشيء اللي انا ما فهمته انه كيف اليوتيوب عم بيحاول يحبطنا بالقناة، هل هو بلعبة برول ستار او بشكل عام انه ما بده يعني ينزل كتير، او هل مشاهدينا هنن بحد ذاتهم ما عم بيشجعوا اني انا انزل كتير مقاطع؟ انا مستغرب، مع انه بعرف انه اغلب مشاهديني بالذات هن من نوع المشاهدين اللي بيحبوا الالعاب المتنوعة. اقل مشاهد بالقناة بيشاهد له لعبتين اذا مو ثلاثة، هاد اقل. في عالم بتشاهد كل الالعاب بنزلها، في عالم بتنزل بتشاهد نصها يعني 100 لعبه ما له رقم صغير، اذا القناه فيها اكثر من 200 لعبه. بقى ما بعرف ليش هيك صار بصراحه، الموضوع كتير غريب. انا اللي حسيته انه عم بندفع اني انا نزل مقطع واحد كل يومين. ما حاندفع يا اصدقائي، بدي اعتذر من اليوتيوب، بدي اقول له حتى لو ما بدك تجيب لي مشاهدات، حتى لو ما حجينا مشتركين، مع انه هذا فعلا بهاليومين اكثر مره يجينا مشاهدات ومشتركين بهالفتره يعني بشكل عام، بس انا ما حاترك هذا الموضوع. يلا معلش، المشاهدين والمشتركين اللي عم يشاهدونا هلا بيحبوا يشاهدوا كتير، انا ما حزعلهم. ممكن كل فتره انزل مقطع واتركه لحاله يومين، بس مشان القناه، مشان تكبر عائله قناه الون جن جن ون. بس انا بصراحه بحب نزل كتير، وبحب الشيء اللي عم ساوي، وبحب مشاهديني اللي عم يشاهدوني هلا يكونوا مبسوطين. ما بيهمني والله انا، يعني انا احيانا كثير في عالم يوتيوبرز بيسالوا مشاهدين انه مثلا فوت على المقطع اعمل له لايك وطلع مثلا، بس ليش؟ ليجمع رقم لايكات او هيك شيء او اي شيء. لا لا لا، انا ما بيهمني هذا الموضوع. انا بالعكس، انا بتعرفوا شغله، اذا بدك تفوت على مقطع تحط لايك وتطلع، بصراحة ما في داعي تفوت.
فوت على المقطع بس اللي بدك تشاهده كاملا، واذا شاهدته كاملا حط له لايك، ما شاهدته كاملا لا تحط له لايك. عم بعطيكم من عندي، تخيلوا يعني، يمكن ما بعرف اذا شايفين يوتيوبر عم بيقول لكم لا تحطوا لي لايك يا شباب اذا ما بتشوفوا المقطع كامل. انا هذا المبدا، احنا بقينا ثلاثة بقينا اثنين ضد لاعب معه 12 كهرباء، ما عندي اي فكره شلون ممكن نقتل هذا اللاعب، طاقته دبل طاقتي. طبعا احنا خسرانين بس حنحاول نعمل شيء، خسرانين حنحاول نعمل شيء. تعال تعال تعال، لا ما في امل، تعال 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 تعال، قلتي واو يا الله، لا غير طبيعي غير طبيعي اللي حصل يا ولد يا ولد، الله عليك يا حبيب والديك. شو داون نمبر 1 ضد لاعب انا معي كهرباء وتنتين ومعه 12 طاقته دبل طاقتي، دمجه اضعاف دمجي، ما بعرف شو اللي صار، عمل مس بكتير بوكسات، لاعب ماله محترف، لاعب ولا حتى وسط ضعيف، ما بعرف شلون وصل الاخير، يمكن حظ بالكهرباء بالاول او تلبك، صار معه خوف المكسب، اللي بيعرف خوف المكسب اللي بنحكي عليه برحلتنا للرانك 1 بلعبة كلاش كلانز، لما جبنا الترتيب الاول صار معي انا خوف المكسب قبل ما اجيب الترتيب الاول باللعبة بالكؤوس، بتوقع يمكن صار معه، بس ما بعرف شو لكم على هالفوز، هذا الفوز فظيع. وهون بينتهي الجزء الاول من هالابيسود، يعني خلص الجزء هذا من التحدي او الحلقة طبعا انتهى. وشو هاد في شغلات غريبة هون، وهلأ حندخل ب الجزء الثاني اللي هو موضوع الحلقة الرئيسي. اعذروني المباراة اخذتني، الكلام اخذني وطولت لحتى قلت موضوع الحلقة، بس ما مشكلة احنا عم نتسلى، انا اتوقع انتم متسلين اكيد، اللي بيحبوا برول ستار هلا اكيد متحمسين كتير معي بالشي اللي عم بيصير، لانه الشي اللي عم بيصير ما له طبيعي. وهي بارلي، نحكي موضوعنا الثاني. اصدقائي كلاش اوف كلانز وكلاش رويال كانوا العاب ناجحة جدا بشركة من شركة سوبر سيل، وسوبر سيل ما يعني عملت طرق دعائية كتير غريبة بهدول اللعب، بينما برول ستار سوبر سيل جبنا عنا تسريب جديد انه هي بلشت تحاكي وتراسل يوتيوبرز بنات، يوتيوبرز انثى يعني او اناث، لانه هن اكتر من واحدة، وهن طبعا اغلبهم من يو اس امريكان يعني، وبس اكيد هن بالعادة بحاكوا كمان اوروبيين، لانه انا بعرف من كلاش رويال يعني. المهم بلشوا يفكروا انه ترويج لعبة برول ستار لما تصدر بشكل نهائي، طبعا انا عملت لكم مقطع كامل عن موعد اصدار اللعبة موجود بالقناة طبعا للي ما شافه، هو مهم جدا مصدر اصدار اللعبة جلوبالي، وبدي اضيف عليه انه في اخبار ايجابية يمكن تجي عن هذا الموضوع بس لسه ما تأكدت، بقى ان شاء الله يمكن كمان يومين اذا متحمسين لاخبار جديدة عن موعد اصدار اللعبة وعن برول ستار بشكل عام، اخبار ايجابية كمان حلوة يعني مو سيئة، ما حقدر صرح عنها لاتأكد منها، قلوا لي بالكومنتات لانه في شيء يمكن يعجبكم كتير، معنا 9 جواهر وانا ما في داعي اذا متت ما حنزل ولا جوهرة. اذا شركة سوبر سيل بلشت تراسل هدول البنات، بلشت تختار بصراحة البنات طبعا اللي عندهم سبسكرايبرز كتار، وبنفس الوقت البنات اللي هن جميلات، البنات الجميلات طبعا بصراحة. انا يعني عندي خبرة باليوتيوب، عندي خبرة بالاناليتكس، بس ليش برول ستار اختارت موضوع الجمال البنات الجميلات، انا ما فهمت. هلا المنطقي لما هيك شيء تختاروا او تعملوا شركة معناها هي كأنه عم بتحدد انه هي بدها اعمار معينة تلعب اللعبة او تضيف من اعمار معينة انه تلعب اللعبة، يعني فعليا هذا لما تختار انت بنات يوتيوبرز يروجوا لك لعبة، انت في عندك شغلتين، اول شيء رينج الاعمار اللي صرت عم تستهدفها مثلا نحد اكتر، يعني خلينا نقول صار كأنه هيك عملوا ضوء على المراهقين أكتر شيء، يعني كأنه عملوا هيك، طبعا ممكن تأثر على الكل مو شرط بس المراهقين، بس هاي أول علامة واضحة. العلامة الثانية الواضحة لما هن
عزلونا بذكر اصدقائي انا عم بلعب لايف مشان هيك احيانا عم بوقف اعذروني بس عم بلعب لايف واحكي ومالي كاتب الكلام على الورقه كله عم يطلع مني هيدا هنا مايك بقى لما تعمل هيك شغله هي اكدت على هدول العالم انه تجيبهم الشغله الثانيه كمان شوي شجعت الفتيات او البنات انه يلعبوا لانه لما بنات يشوفوا بنات عم يلعبوا ممكن يشجعوا انه يلعبوا طيب شو رايكم انه كمان الشركه بلشت تراسل بنات مالون جيمرز يعني بتعرفوا باليوتيوب كتير في بنات مشهورات هن مثلا بيحكوا عن التجميل هن بيحكوا عن الجمال هن بيحكوا عن اي شيء من هالشغلات حتى الشركة بلشت تعرض مبالغ مادية على هدول البنات بس صدقوني بين قوسين البنات الجميلات يعني هن موضوع الجمال عنده طبعا الجمال نسبي وكل واحد له ذوق وله رأي بس هن بشكل عام على فكرة انا ليش لعبت دايناميك بعد ما لعبت بارلي هن اثنين نفس المبدأ ما بعرف بس ما بعرف يمكن صار لي زمان ملعبان فيه لهذا ام هيك خطر عبالي المهم انتوا قولوا لي شو رأيكم بالكومنتات ليش الشركة هيك عم تفكر هل هذا الكلام فعلا حتنفذه ولا هو اشاعات مع انه تسريباتنا اغلبيتها اللي عم نجيبها يعني بتتذكروا جبنا لكم نمط 2 ضد 2 بكلاش رويال قبل بست شهور من ما ينزل على اللعبة بشكل رسمي في ناس صارت تقول انه لا التسريبات هي ما لها صح مستحيل جبناها وشافوا القنبلة حتفجروا يا نعم القنبلة حتفجروا انا عم موت رميت له الالتي السوبر مات لا هذا رفيقنا مات كمان هون هلا لازم يموت لازم يموت لازم يموت لازم يموت يلا 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 ما مات والله خلص ما مات معناته خسرنا يعني على الاغلب على الأغلب تسعة صعبة كتير مشان هيك حابب كتير أعرف مشتركيني أو حابب حتى اللي عم يشاهدوني إذا كنتوا مو مشتركين بالقناة حابب اللي أعرف اللي عم يشاهدوني شو رأيهم بهذا الموضوع تبع الحلقة الأساسي يعني وسوبر سيل شو عم بتفكر وبرافو عليك يا رفيقنا رفيقنا أخذ ححط له قنبلة هون داعمة ورفيقنا أخذ 13 جوهرة معه وهرب على البيت وجاب لنا الفوز والله ستار بلاير هذا انا بعطيه الستار بلاير انا بعطيك ستار بلاير خلص على التامي على التامي ستار بلاير 15 جوهرة جاب وهرب شو هاللاعب هذا شو هاللاعب عليك ستار بلاير واضحة قالوا لي شو رأيكم بهذا الموضوع وشغلة تانية واخيرة لاحظتها كتير انه اليوتيوب شوي عم بيظلمنا بنشر لعبة برول ستار هل لحنا لأنه عرب ما بعرف يعني بتعرفوا أنه أحيانا في المقاطع لما تحطها اليوتيوب بيساعدك بيحط لك يا سجستد على جنب كاقتراحات بيحط لك يا بالهوم حتى لاحظت أنه لا هو مو اليوتيوب حاطت دابو من داب قناة الوان جنجن وان لأنه عم بيحطوا مقاطع الألعاب الثانية بس برول ستار صاير عم بيحط لك اقتراحات برول ستار اجنبي بدل ما يحط عربي ما بعرف ليش هل ما عم تصير عند الكل ولا لا هل لانه بيكون الواحد ما له مفعل الجرس هل تفعيل الجرس بيكون لهالدرجه مهم انه يعطيك سجستد للقناه عربي ما بعرف انتوا قولوا لي ويلا بهالمناسبه تعالوا نلعب بشلي بهالمناسبة أنا حابب أعرف يا أصدقائي إذا أنت مفعل الجرس بس اكتب لي شو بدك تكتب لي اكتب لي يوم المحبة العالمي ما بعرف ليش ما بعرف إذا في شيء اسمه يوم المحبة العالمي بس خلينا نقول إنه لحنا بدنا نحب بعض اليوم ونشوف مين مفعل الجرس بس إذا مفعل إذا مالك مفعل الجرس وما بدك تفعله ما عندي أي مشكلة بالعكس كل واحد على راحته بالنهاية ممكن أنت تكون بتشاهد القناة بوقت فضاوتك وما بدك تشاهدها على طول عادي ما تفعل الجرس بس إذا مفعلينه أو مو مفعلينه اكتبوا لي بس لا كون بالصورة وإذا ما بتعرف شو هو الجرس الجرس هو مثل وسيلة بتأكد أنه يجيك خبر أنه القناة الوان جنجن وان نزلت مقطع على اليوتيوب والجرس موجود جنب زر الاشتراك بتفعله ويمشي الحال إذا نحن بمباراة ما معنا غير واحد كهربا وفي عنا خصم هلأ عم نحاول نقضي عليه عمل لي قلتي عملت له قلتي قتلته واخدت له كهربته يا السلام عليك كي سوبريم صار ساندويشة سوبريم مين بيعرف ساندويشة سوبريم اللي بيعرف ساندويشة سوبريم يكتب لي بالكومنتات ويشرح لباقي الأصدقاء اللي عم يعلقوا من ما تتألف ساندويشة السوبريم نعم اللي بيعرف ساندويشة سوبريم يا عيني عليك شو إنك
سوبريم. طيب هلا ننزل لهون، ما بقى غير ثلاثة. ما معي كهرباء، ليش هيك انا بصير معي دائما؟ واو بعد عني بعد عني بعد عني، واو 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 على هاللاعب. عم بحاول اخذ، ما بدي اقرب عليه. 12 كهرباء. هون في واحد اسمه نوفا تحت بكاركتر جيسي، المفروض اني ساعد نوفا على قتل، لا 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 لا، كنت ساعد نوفا على قتل هذا اللاعب، بس من الواضح ان الخطة فشلت. شلون نربحه؟ بدي اعتذر منكم، حاني القناة، حاني المقطع هلا. لا اكيد حكى المقطع، بس انا عم لكم من هلا احتمالات الفوز كتير صعبة. عم حاول هلا لاقي خدعة معينة اعملها عليه، لانه انا بعرف انه هو ما معه سوبر، انا معي سوبر. عرفتوا شو الفكرة؟ ماني شايفه. طيب شو هال هوب 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 قلتي يلا حاول فوت فيه بركي. مستحيل. حاولت فوت فيه بركي، معه 15 كهرباء صار بركي، بس والله منيح الرانك 2 كمان، يعني منيح. ما عجبنا الرانك 2، يعني مو طبيعي شو صايرين احنا، كتير بنطمع يا اصدقائي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه اليوم، وحاول قريبا كمان ان شاء الله اجيب لكم تسريبات جديده واخبار جديده عن لعبتكم المفضله، لعبه برول ستار، وكان كل العابكم المفضله واللي بتحبوها، وان شاء الله في العاب جديده كمان قادمه للقناه قريبا ان شاء الله. ما بتعرفوا جديده، يعني جديده، واحد اللي ما تنزل لعبه مو مشهوره، هي جديده يعني نزلت هالاسبوع، فاكيد مو مشهوره. كمان كان عمر اول شيء، بنشوفه قريبا ان شاء الله، ومع السلامه.